تعالوا نروح للجميل والجميل قوي، يعني الجميلة جدا باسنت حميدة اللي نجحت امبارح تخلينا في قمة الفخر ونبقى سعداء وطايرين ونكتشف ونحس ان احنا مقصرين اننا ما كناش متابعين موهبة مصرية عظيمة، أسرع سيدة في مصر وفي الوطن العربي وذهبية 100 متر سيدات العدو في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة في الجزائر. الفراشة بتاعتنا دي باسنت حميدة، أنا اتفرجت على الفيديو ده مثلا فوق 50 مرة، عايزة أقول لكم قد إيه مبهج. باسنت حققت سباق 100 متر في زمن 11 ثانية و10 جزء من الثانية، مقتربة جدا 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 من كسر الرقم العالمي الورد ريكورد في هذا السباق اللي يعد من أصعب أنواع السباقات الجري. مساء الخير عليك يا باسنت، مش عايزة أتكلم، عايزة أسمع صوتك وعايزة أقول لك مبسوطين جدا 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 أنك معانا وشرفتينا. مساء النور أستاذة دينا، أنا اللي مبسوطة جدا على المقدمة الهائلة دي، شكرا جدا لحضرتك، شرف لي وجودي معاكم والله. لا احنا حقيقي عايزه اقول لك مبسوطين بيكي لاسباب كتير يمكن اعرف اعدهم لك، بس قبل ما اقول لك قد احنا مبسوطين بيكي عايزه اسمع منك عن رحله الاستعداد لاسرع 100 متر واجمل 100 متر وحاجه كده مبشره، واحنا مش هنتكلم ومش هنقبل اقل من اولمبياد بعد كده، احنا عارفين انك اب تو ات زي ما بيقولوا كده بلغه الرياضه. ان شاء الله باذن الله باذن الله. شكرا جدا. احكي لي رحله الاستعداد كانت عامله ازاي، وكمان من ضمن الحاجات الجميله انت عارفه انه اجمل ما فيكي كمان غير ان انت طبعا عظيمه، وشك مبهج ومشجع ومحسسنا ان انت وراكي قصه حلوه، فبليز احكي لنا عن رحله الاستعداد للذهبيه. اولا شكرا جدا، ده بس من ذوق حضرتك مش اكتر من كده. تاني حاجة طبعا رحلة الاستعداد دورة ألعاب البحر المتوسط كانت حاجة كبيرة قوي بالنسبة لي، لأن هي تعتبر الجزء المصغر من الأولمبياد. الفرق بينها بس وبين الأولمبيكس إن هي بيبقى في دول معينة مش مشاركة، فكان في يوم من الأيام حلم إن أنا ألعب في الدورة دي باسم منتخب مصر، مش بس إن أنا أفوز بجولد ميدل وكمان في سباق زي السباق اللي أنا بلعبه ده، سباق قوي وما كانش موجود قبل كده ألعاب القوى يعني المصرية بالذات، لأن هو احتكار على دول معينة. الدول الأفريقية أكتر؟ الدول الأفريقية جامايكا وأمريكا وأسبانيا، وطبعا كل دي دول قوية جدا. فطبعا كان شعور رائع يعني ما يتوصفش الحقيقة، لأن كمان كانت لي رحلة استعداد كبيرة قوي من ساعة ما جات لي إصابة في وقت الأولمبيكس وما قدرتش إن أنا أشارك. من وقتها وانا يعني بحاول اعمل اقصى حاجه عندي عشان احاول اعوض الصدمه الكبيره اللي حصلت دي، والحمد لله يعني ربنا ما ضيعش، مش بيضيع تعب حد يعني على الفاضي، فالحمد لله. الحمد لله. باسنت كنت رايحه وانت عينك على ذهبيه، الرقم ده حققتيه قبل كده في تدريباتك ولا انت كنت متوقعه حاجه اقل وقلت يعني زي ما بتقولي كده المشاركه في حد ذاتها شرف؟ لا الحقيقه البطوله دي كنت جايه متوقعه الحمد لله الذهبيه، لان انا خطه الاستعداد بتاعتي كان فيها مباريات كتير قبل ما اجي هنا، لعبت ماتشات كتير بره مصر. الحمد لله كانت كلها موفقه وعملت ارقام قياسيه مصريه كتير، واخر ماتش عملت فيه رقم قياسي عربي وافريقي. فالحمد لله الخطه او الماتشات اللي كانت قبل البطوله دي كانت الحمد لله موفقه وكانت قويه، فانا كنت جايه وكنت عارفه ان شاء الله رقم يعني يؤهلني ان انا اخد الجولد ميدل يعني، والحمد لله ربنا تمها عليا بالستر يعني ووفقني للي هو كده. مبروك انت لها، انا كنت خايفه عليكي بس من النظرات اللي جنبك يعني مش عارفه اسمها ايه بس هي كانت بتبص لك شزره عشان هي يعني عشان ايوه اهي اهي جابوها لي هم بيبقوا نازلين مش متوقعين، لان دي سباقاتهم يعني معروفه بينهم، فان هم يلاقوا حد عربي ومصري بالشكل ده فاللي هو بيبقوا مستغربين الوضع، بس يعني هي دي مصر يعني خليهم يستغربوا احنا موافقين يعني. بس انت احكي لنا عن المدرب بقى، قصه المدرب يعني صحيح المدرب هو زوجك ولا دي اشاعه؟ لا لا ده حقيقه هو زوجي فعلا، انا حبيت المشهد برضو تدريبي يعني. حبيت المشهد بعد ما روحتي بعد ما كسبتي لما روحتي تسلموا على بعض
هو كان لي يعني قصة خاصة، لأن زي ما قلت لحضرتك السنة اللي فاتت دي بالظبط كانت سنة كلها إصابات مفارقات صعبة، يعني إصابات، وكانت حالتي النفسية فيها صعبة جدا. من بعد الأولمبياد قعدت 3 شهور في اكتئاب تام طبعا، لأن حلم الأولمبياد ضاع، وده كان أصعب حاجة ممكن أي حد يمر بيها. فهو عاش معايا كل المواقف الصعبة بتفاصيلها، مراحل انكساري كلها، وعياطي كل يوم، ويوديني الدكتور كل يوم ويجيبني. فهو يعني أنا وهو بيبكي أنا كنت بصله كده، اللي أنا حقيقي دورت على كلمات شكر كتير أقولها له ما لقيتش، لأن هو فعلا يعني شاف معايا الصعب كله قبل ما يشوف النجاح. يعني دي كانت يعني اقل حاجه ممكن ان انا اهديها له يعني حقيقي. يستاهل يفرح معاكي كمان يا باسنت. واحنا كمان بما انك بتتكلمي عن الاولمبياد اللي فاتت، خطتك ايه للي جاي؟ وايه اللي ممكن يتقدم لك علشان يساعدك في فاضل قد ايه على الاولمبياد اللي جايه؟ سنه؟ لا ان شاء الله عندي بطوله العالم كمان اسبوعين، بس اللي هبدا اتاهله يعني بشكل كبير بطوله العالم اللي هي السنه الجايه 2023 بطوله عالم كبار، و2024 ان شاء الله باريس. فهي دي الخطه بقى اللي هتتم باذن الله. احنا نتمنى ده، وبستاذنك يا باسنت ان احنا نتابع معاكي انه الدعم فعلا يكون واصل لك، مش بس الدعم المعنوي والحب والمتابعه اللي انت تستهليهم، لكن كمان كل الدعم التقني. انا مبسوطه ان دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه تواصل معاكي. احنا كمان نتمنى ان كل اللي يقدر يدعم موهبتك يكون بيعمل كده، ويكون بيتواصل بشكل اوضح واسرع واكثر تاثيرا. بشكرك يا باسنت باسم كتير من المصريين اللي انت فرحتيهم قوي قوي وشرفتينا كلنا. باسنت حميده ذهبيه سباق 100 متر سيدات في دوره العاب البحر الابيض المتوسط. بصوا، ما فيش حاجه تقدر تضاهي روعه فكره الفوز. الفوز في حد ذاته بالمناسبه مش بس انك 100 متر، يعني دايما في بعض الناس تفتكر سباق ال 100 متر حاجه بسيطه، حاجه بسيطه من اصعب انواع السباقات، لانه بيحتاج لنوع من اللياقه مختلف جدا، ومن من وضع الثبات لوضع الاقصى سرعه انه يوصلوا في اجزاء من الثانيه، حاجه كده معقده. فعشان كده احنا قصص الفوز والنجاح والقصص المشرفه بالنسبه لنا هي شرف كبير.